تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. اختتام فعاليات الحملة العلاجية الجراحية لمعالجة أمراض القلب في المكلا. محافظ حضرموت يحضر افتتاح ندوة تأثير النشر الدولي والبوابات الألكترونية في التصنيف العالمي للجامعات بمشاركة عربية ودولية. المحافظ البحسني يزور مقر مؤسسة العون للتنمية ويشيد بأدوارها في خدمة المجتمع ويصدر تعميما بشأن الفرق الشعبية المشاركة في الخارج. لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت تقر 7 مشاريع ممولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتمت في مدينة المكلا فعاليات الحملة العلاجية الجراحية التي أقيمت بدعم اللوجستي من قوات التحالف العربي في احتفالية خطابية وتكريمية نظمت في مقر المؤسسة وهي مؤسسة أمراض القلب الخيرية بحضور معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم. وفي الحفل ألقى وزير الصحة كلمة ختامية ثمن فيها زيارة فريق منظمة البلسم الدولية متمنيا أن تتكرر مثل هكذا زيارات وحملات في المستقبل، تلا ذلك تكريم الطاقم الطبي الزائر من قبل وزير الصحة ومدير مؤسسة أمراض القلب الأستاذ محمد باشعيب بدروع تذكارية وشهادات تقديرية. وأبدى الفريق الطبي السعودي عن ارتياحه بهذه التجربة مؤكدين أن اليمن دولة شقيقة تستحق الدعم الإنساني في كافة المجالات. الحقيقة على قدر ما أنا سعيد أنني أشارك في هذا الاحتفال اليوم، فأنا حزين أيضا لأنهم سيغادرون اليوم، ولكن نقول إن شاء الله عودة قريبة، تأتونا قريبا في المكلا أو في سيئون أو في عدن أو في مأرب، وأنتم من رسم البسمة على الشفاه، وأنتم من أهلتم. أنا اطلعت اليوم الحقيقة على كثير من الكوادر هنا الذي تدربوا في المركز، وسعدت الحقيقة أنه بعد دورتين أو ثلاث دورات سيكونوا أطباء يمنيين من أبناء هذه المحافظة وممرضين وفنيين يقومون بالمهمة، وهذا أسعدني كثيرا. أنا أحييكم الحقيقة دكتور راكان وفريقه، أحييكم تحية حارة، وأحيي المملكة العربية السعودية والتحالف على دعمهم المتواصل لنا. حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسني حضر اليوم في مدينة المكلا الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية حول تأثير النشر الدولي والبوابات الألكترونية في التصنيفات العالمية للجامعات والتي تنظمها جامعة حضرموت بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وبمشاركة عدد من الأكاديميين من جمهورية مصر العربية وماليزيا. وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية بارك البحسني انعقاد الندوة التي تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير ساحل حضرموت من العناصر الإرهابية والذكرى 25 لتأسيس جامعة حضرموت. محافظ المحافظة أكد أن عامين من العمل البطولي للأجهزة العسكرية والأمنية والمواطنين أثبتت للعالم قدرة القوى الشبابية أو الشابة في حضرموت على صنع المعجزات وتقديم أفضل الملفات في معارك الدول ضد الإرهاب. كما أشار البحسني إلى أن مرور عامين من العمل الدؤوب نقل حضرموت إلى سكة الأمن والسلام والتعليم، وأن السلطة المحلية ستمضي قدما في مشوارها نحو التنمية وتوفير الخدمات وتطوير البنية التحتية. كما تطرق المحافظ إلى أهمية الندوة في التعريف بجامعة حضرموت عالميا ومواكبة التطورات في الجانب العلمي عبر النشر الدولي والبوابات الألكترونية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الجامعات العربية العريقة والمشاركة في أعمال الندوة. كما أثنى على مستوى التحضير للندوة والتضافر والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الأهلية ومنها مؤسسة العون للتنمية التي أثبتت نجاحها في طرق أبواب التعليم ودعمه. بدوره أكد رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش أن التعليم العالي في حضرموت شهد مؤخرا طفرات وتطورات من خلال ربط مخرجات الجامعات الحكومية والأهلية بسوق العمل والتزامها بالجودة والاعتماد الأكاديمي ومعايير النشر الدولي والتصنيف العالمي. وقال إن جامعة حضرموت اعتمدت تجربتين في هذا المجال
وهي مشروع تطوير البوابة الإلكترونية واستحداث جائزة تشجيع النشر العلمي. وأوضح رئيس الجامعة أن انعقاد هذه الندوة يأتي للتعرف على مؤشرات ومعايير التصنيفات العالمية للجامعات والاستفادة من تجارب عدد من الجامعات العالمية لتطوير جامعة حضرموت وتحفيز كادرها. من جهتها أشار المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبد الله بن عثمان إلى أن تمويل المؤسسة لهذه الندوة يأتي ضمن سياساتها لدعم التعليم وشراكاتها مع الجامعات لضمان تحسين الجودة والمخرجات وتطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع. وأجرى في ختام الجلسة الافتتاحية تكريم محافظ حضرموت تقديرا لدعمه للتعليم، كما تم تكريم مؤسسة العون والأساتذة المشاركين من جامعة حضرموت ومن الجامعات المصرية والماليزية. وتناقش الندوة أوراق عمل حول تأثير وأهمية النشر الدولي للإنتاج العلمي في ترتيب الجامعات ضمن التصنيفات العالمية وأشهر قواعد البيانات الدولية وبرامج الدراسات العليا في حجم الإنتاج العلمي للجامعات وتجربة بعض الجامعات العربية والإسلامية في رفع درجة التصنيف العالمي لجامعاتهم. حضر الندوة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام العلمية. التصنيف مهم جدا، فلا يمكن أنت أن تكون ناجح وتكون شاطر وتكون مميز ولكن الناس لا يعرفوا عنك. لذلك أنا أريد الجامعة أن تعطي حيز كبير، وهي تعطي حيز كبير لهذه المسألة، سواء كان من خلال البوابة التي نشأتها، سواء كان من خلال الزيارات، سواء كان من خلال طرق سبل أخرى الاستفادة من الجامعات العريقة التي سبقتنا، خاصة الجامعات العربية والجامعات الصديقة والقريبة منا بمساعدتنا في التقدم في هذا الملف. هذه الندوة هي ندوة نوعية تنظم أول مرة على مستوى الوطن وتختص بموضوع مهم جدا من مواضيع الجودة والاعتماد الأكاديمي. وجامعة حضرموت قد بدأت منذ فترة بالتطبيق الفعلي لهذا الموضوع الندوة بهدف الرفع من تصنيف الجامعة. لنا تدخلات في جامعة حضرموت، هذه التدخلات تمثلت في الدفع بجامعة حضرموت نحو الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، ودفعها أيضا والرغب بها في التصنيف العالمي ضمن الجامعات العالمية. تأتي هذه الورشة اليوم أو هذه الندوة لتبيين أهمية النشر العلمي وأهمية الأبحاث بالنسبة إلى الجامعة، كذلك أهمية البوابة الإلكترونية التي ممكن أيضا أن تخطو من خلالها الجامعة خطوات نحو التصنيف العالمي. اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسني اليوم على سير العمل في مقر مؤسسة العون للتنمية في المكلا. وتعرف البحسني خلال جولته بإدارات وأقسام المؤسسة من مديرها التنفيذي عبد الله بن عثمان على البرامج المختلفة والمشاريع المتنوعة التي تنفذ ضمن أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية والإسهام الفعال في التنمية البشرية للمجتمع وتعظيم أثر المنح وتمكين الجهات المستفيدة وتحديد احتياجات المجتمع والتميز في المنح وبناء الشراكات الفعالة وتحقيق رضا الموظفين وتعزيز بيئة العمل واستقطاب الكوادر المتميزة وتشجيعها. كما تعرف المحافظ خلال الزيارة على مجالات عمل المؤسسة في تنفيذ البرامج التعليمية وتمكين مؤسسات القطاع الثالث والبرامج الاجتماعية والتنموية والصحية والمساعدات والطوارئ. وأشاد محافظ حضرموت بأدوار مؤسسة العون في تقديم خدمات جليلة للمجتمع في حضرموت وغيرها من محافظات الجمهورية. وجرى في ختام الزيارة تكريم المحافظ بدرع المؤسسة عرفانا بأدواره الوطنية النبيلة. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سلمين البحسن اليوم تعميما يقضي بمنع سفر أي فرقة شعبية موسيقية أو فنون شعبية أو شخصيات فنية الخاضعة لمكتب وزارة الثقافة إلى خارج الجمهورية للمشاركة في الحفلات والفعاليات الرسمية والشعبية إلا بإذن مسبق من مكتب وزارة الثقافة. وإلى وادي حضرموت، حيث أقرت لجنة المناقصات بالوادي والصحراء في اجتماع لها اليوم برئاسة وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بحضور الوكيل المساعد المهندس هشام محمد السعيدي، أقرت العروض المقدمة لسبعة مشاريع
ممولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط، وذلك في قطاعات التربية والتعليم والصحة والمياه بمديريات سيئون وتريم وساه وعمد بكلفة تقديرية بلغت نحو 338 مليون ريال، فيما أقرت اللجنة إعادة إعلان مناقصة 3 مشاريع حفر آبار ارتوازية بمديريات القف والعبر وزمخ ومنوخ بصحراء حضرموت لعدم توفر الشروط اللازمة للمناقصة. دشن وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت الدكتور محمد فلهوم دشنا امتحانات النقل وإنهاء المرحلة الأساسية الصف التاسع بعموم مدارس وادي وصحراء حضرموت للعام الدراسي الجاري 2017-2018. الوكيل استمع أثناء جولته ومرافقيه بالقاعات الامتحانية في ثانوية سيئون النموذجية للبنات ومدرسة عبد الناصر الأساسية للبنات إلى شرح عن سير الامتحانات وسبل توفير أجواء تساعد الطلاب على خوض امتحانات بمعنويات نفسية عالية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية السبع عن مدير مكتب وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم أن إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات خلال الفترة من 22 من أبريل الجاري وحتى 5 مايو القادم 9849 طالبا وطالبة، منهم 5255 طالبا و 4594 إناث موزعين على 216 مركزا امتحانيا، فيما الصفوف الأساسية من الأول وحتى الثامن يبلغ إجمالي الطلاب نحو 111,000 طالب وطالبة في 312 مدرسة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصفوف الثانوية 15,257 طالبا وطالبة في 47 ثانوية. رافق الوكيل مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ومدير إدارة التربية بالمديرية أنور الحداد. على الصعيد نفسه دشن مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت جمال سالم عبدون دشن الاختبارات النهائية لمرحلتي النقل الأساسية والثانوية خلال جولته التفقدية لسير هذه الاختبارات بمدرسة ثلة بعمر للتعليم الأساسي بمديرية أرياف المكلا. يرافقه الأخوان أحمد سليمان العكبري مدير عام المديرية ومحمد سالم برجف العكبري مدير إدارة التربية والتعليم في المديرية. عبدون حث التلاميذ وتلميذات المدرسة على الاعتماد على النفس والتركيز والتدقيق أثناء الإجابة على أسئلة الامتحانات، موجها للإدارة المدرسية والمعلمين والمعلمات بضرورة التقيد باللوائح الاختبارية وتطبيقها، إضافة إلى تهيئة الأجواء الملائمة والجيدة لسير الاختبارات. وأشاد بجهود قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، كما أشاد بالجهود التي تبذل في الحقل التربوي والتعليمي بمدارس المحافظة كافة، ونوه إلى حرص المكتب على إتاحة فرص التنافس الشريف للجميع بعيدا عن ظاهرة القش وتأثيره الخطير على مستقبل الأجيال. تعليميا لكن في الإطار الأكاديمي، عقدت بقاعة الأديب علي أحمد بكثير برئاسة جامعة حضرموت فعاليات التصفيات النهائية لجوائز الجامعة للعام 2018 ضمن احتفالات الجامعة بالذكرى 25 لتأسيسها بحضور الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة والأستاذ عبد الله علوي عديد الأمين العام وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس. وفي الجلسة الافتتاحية للتصفيات النهائية أكد الأستاذ الدكتور عبد الله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة التحكيم أن هذه المسابقة أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب والطالبات في جميع مجالات الجوائز، مشيرا إلى أن الجامعة ستولي اهتماما بالفائزين في 3 المراكز الأولى، داعيا المؤسسات الحكومية إلى الاهتمام بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الطلابية وإعطائهم عناية كاملة تشجيعا لهم راجيا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مستقبلهم القادم. وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الإلقاء الإذاعي من الإخوة الأستاذ الدكتور عبد الله صالح بابعير رئيسا والدكتورة دعاء سالم باوزير عضوا والأستاذ صلاح بن جوهر عضوا. وتكونت لجنة مسابقة الإنشاد من الإخوة الأستاذ الدكتور عبد الله صالح بابعير رئيسا
ومحمد أنور عبد العزيز عضوا ومحمد القحوم عضوا. وقد أشادت لجان التحكيم بجميع الطلاب والطالبات المتنافسين والمتأهلين للجوائز للمسابقتين للتصفيات النهائية لاختيار منهم الثلاث المراكز الأولى لكل مجال. بعد ذلك تم إعلان أسماء الفائزين بالثلاث المراكز الأولى لمسابقة الإلقاء الإذاعي، وهم المركز الأول الطالبة لطيفة يوسف سعيد، والمركز الثاني الطالب علي أبو بكر الحبشي، والمركز الثالث مشترك بين الطالب سالم عوض بن سهل والطالبة حنين عمر حمدون. كما تم إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمسابقة الإنشاد، وهم المركز الأول مشترك بين الطالب محمد حداد الكاف والطالبة سمية محمد المفلحي. أما المركز الثاني فهو لسعيد سلوم بهديل، فيما حل في المركز الثالث الطالب علي عبد الله الشاطري. وفي ختام الحفل قام نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وأعضاء لجان التحكيم بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين بالثلاث المراكز الأولى لجائزة الإلقاء الإذاعي والإنشاد، كما تم تكريم جميع الطلاب والطالبات المشاركين والمتنافسين في الجوائز وتسليمهم شهادات المشاركة. ختام الأخبار، إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. اختتام فعاليات الحملة العلاجية الجراحية لمعالجة أمراض القلب في المكلا. محافظ حضرموت يحضر افتتاح ندوة تأثير النشر الدولي والبوابات الألكترونية في التصنيف العالمي للجامعات بمشاركة عربية ودولية. المحافظ البحسني يزور مقر مؤسسة العون للتنمية ويشهد بأدوارها في خدمة المجتمع ويصدر تعميما بشأن الفرق الشعبية المشاركة في الخارج. لجنة المناقصات في وادي وصحراء حضرموت تقر 7 مشاريع ممولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط. وبالتذكير بعناوين الأخبار نكون مشاهدينا قد وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار هذا اليوم. مزيد من التفاصيل تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا على كرم وطيب المتابعة وفي أمان الله.